يا أيها الإخوة، لا تظنوا الجهاد أمرا يسيرا، فالجهاد صعب حتى على صفوة الناس من البشر. كتب عليكم القتال وهو كره لكم، يجادلونك في الحق بعدما تبين، كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. فالجهاد صعب، الجهاد ثقيل على النفوس، ولكن إذا لم يكن من الموت بد فمن العجز أن تعيش جبانا. إذا لم يكن إلا الأسنة مركبا، فما حيلة المضطر إلا ركوبها. من للضحايا يواسي الجراح؟ من للعذارى يحمي أعراضهن؟ وكما قال ابن المبارك: كيف القرار وكيف يهدأ مسلم والمسلمات مع العدو المعتدي؟ القائلات إذا خشين فضيحة جهد المقالة، ليتنا لم نولدي. أي قيمة للحياة إذا رضينا أن نقعد مع الخوالف؟ رضوا بأن يكونوا مع الخوالف، وطبع على قلوبهم فهم لا يعلمون. كتب القتل والقتال علينا، وعلى الغانيات جر الذيول. لا بد من أن تشرع الأسنة، ولا بد أن تستل السيوف من أغمادها، ولا بد أن توضع الشواهد على زنادها، ولا بد أن تموت وأنت واقف في الميدان، لا أن تموت تحت أقدام الأنذال والفساق في أعماق السجون، أو بين عجلات السيارات وعلى أسرة المستشفيات. هي ميتة واحدة، فلتكن في سبيل الله. ومن طلب الشهادة صادقا أعطيها ولو مات على فراشه. أي حياة تريد؟ أفضل من حياة الرباط التي هي بإجماع العلماء أفضل من جوار المسجد الحرام، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية أن هذا بالإجماع، أن الرباط أفضل من جوار المسجد الحرام. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله، وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان، وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا، إن الله عنده أجر عظيم.